مشاهدينا الكرام، اليوم كاميرا فلسطين هذا الصباح متواجدة في افتتاح مهرجان مسابقة المسرحية البيئية، حيث يعتبر هذا المهرجان ضمن المشاريع التوعوية البيئية التي ينظمها بلدية رام الله، والهادف إلى تحفيز المدارس على استخدام أدوات الدراما والمسرح في رفع الوعي البيئي والصحي لدى طلبة المدارس. يشارك بالمسابقة 10 مدارس من مدينة رام الله بحضور أولياء الأمور والمجتمع المدني. لتتعرفوا على تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان ابقوا معنا. طبعا هو واحد من عدة مشاريع التوعية البيئية اللي بتنفذها بلدية رام الله، طبعا بتستهدف بشكل أساسي سكان مدينة رام الله وبشكل خاص طلاب مدارس مدينة رام الله. المشروع هو اليوم هو مهرجان مسرحي بيئي. طبعا احنا من بالعادة بشاركوا معنا كل مدارس مدينة رام الله سواء المدارس الحكومية والخاصة وتابعة لوكالة الغوث. احنا كل عام نختار موضوع صحي أو بيئي ليتم تسليط الضوء عليه، والموضوع السنة هو موضوع التغير المناخي وتأثيره على مناخ الحياة، اللي بنعرف طبعا انه هذا تحدي عالمي بواجه كوكب الارض، واحنا كمدينة رام الله بنشوف انه احنا كمان في لنا دور في التعامل مع هذا التحدي سواء كمؤسسات وسواء كافراد، وبالتالي تم اعداد المسرحية بهذا الاطار. طبعا هذا المشروع هو بيتم تنفيذه العام 12/12 على التوالي. في معنا عدة مؤسسات بتشاركنا بتنفيذ هذا المشروع، طبعا مؤسسات متخصصة كمسرحيين، عندنا مسرح القصبة وعندنا مسرح عشتار، وكما ذلك اليوم في عندنا وزارة التربية والتعليم مسؤولين عنها اللي حيقوموا بتقييم العروض المسرحية. احنا اليوم في عنا 5 مدارس مشاركة. هذا البرنامج تقريبا من سنوات، وكان برنامج يعني على مستوى صغير يعني، بس هلا البرنامج عم بيكبر وبتوسع على مدارس كتير. محافظة رام الله هو فقط لمحافظة رام الله، وبشمل هاي بشمل المدارس الحكومية الأهلية ومدارس الخاصة كمان. هي رسالتنا للبيئة، يعني نحاول نوصل للناس انه نحافظ على البيئة. كل سنة هو لهذا المشروع انه كل سنة في موضوع خاص له، يعني من سنوات كمان كان في موضوع عن النظافة، موضوع عن حرق النفايات، واليوم كمان احنا عم نشوف كمان موضوع البيئة كمان وحرق الأشجار والبيئة بشكل عام. يعني طبعا احنا اسم مسرحية رفعت الجلسة، في عنا شخص بيخرب البيئة ورفعوا عليه قضية اللي هو سيد أوزون، رفع عليه قضية إنه يحاكمه على الإشي اللي عمله بالبيئة. إحنا دائما يعني إحنا لا بس نشارك بهذا المشروع، مشروع مدارس صحية صديقة البيئة أو المسرحية، الهدف العام إنه خلق جيل واعي بيئي، يعني بجميع قضايا البيئة بشكل عام يكون عنده وعي بالبيئة. طبعا هي اذا احنا بدنا نحكي عن بيئه بنحكي عن قضايا كثير، عن النظافه، عن الصحه العامه، بنحكي مثلا عن شغل الطلاب كيف بدهم يشتغلوا على حالهم من ناحيه اللي هو تدوير نفايات بيشتغلوا بالمدرسه عندنا في المشروع، يعني مشروع النادي البيئي والمدارس الصحيه وصديقه للبيئه. برضه بنعمل محاضره توعيه، بنركز احنا اكثر شيء ركزنا على الغذاء الصحي، يعني كيف الطالب انه يتناول غذاء صحي ويركز على انه يتناول غذاء صحي. فكرة المسرحية هي عن البيئة بالأصل، عن المناخ وكيف شوي شوي المناخ بتدمر وكيف التلوث اللي بيصير. احنا سألتنا انه الكافة عن التلوث، كل بيصير تلوث بالجو والناس بتتضرر، الحمات بتتضرر. المسرحية بعنوان أنا ابن بيئتي بتتحدث عن فئة من الناس الأشرار اللي بيحاولوا انهم يخربوا البيئة، وفئة أخرى من الناس المدافعين عن البيئة واللي مع البيئة. فطبعا بصير في زي صراع ما بين الفئتين، الفئة اللي بتدافع عن البيئة بتحاول تعطي العقاب اللازم للفئة اللي بتتبع الشر، وبالآخر بتنتهي المسرحية بأنه الأشرار بيفهموا غلطهم وبصيروا مع البيئة. و يعني كل الفكرة بتدعم البيئة وإنه إحنا أبناء البيئة وإحنا مع البيئة ومنحافظ عليها. طبعاً هاي الأنشطة ممكن يكون في وعي عند الطلاب، بس كيف نحكي غير نشط، فإحنا بنفعل هذا الوعي عند الطلاب وبنطوره، و
وبنتابعه حتى يستمر عند طلاب اللي بكرة يحكوا أو ينقلوا هذا الوعي لأهلهم لأصدقائهم. يعني زي ما أنتم شايفين هلأ طلاب المسرحية جبنا زملائهم حتى يحضروا يتابعوهم توصلهم الفكرة هاي. طبعا أهليهم رح يجوا فبالتالي توصل فكرة لأهليهم وهيك يعني شبكة. فكرة المسرحية هي أنه إحنا منمثل لحتى ندافع على البيئة. يعني إحنا في كتير أفكار لندافع على البيئة منها فإحنا قاعدين منمثل هي إنه في ناس بخربوا البيئة عن طريق الحرق فإحنا مندافع عن البيئة ومنعاقبهم. طبعاً هذا شيء جميل إنه في وعي بيئي تقود بلدية رام الله في هذا الوقت، وخاصة إنه جميع المناخ في العالم في تغير نحو الأسوأ، وهذا شيء بنمي لدى الطالب وخاصة في هذا العمر نوع من تحمل المسؤولية اتجاه بلده من ناحية المحافظة على البيئة، من ناحية تأثير العوامل الغير بيئية في هذا المجتمع. وأنا كثير بشجع هيك شغلات، وبنحترم وزارة التربية والتعليم وبنقدم يعني تحياتنا وجهودهم مباركة طبعا من وزارة التربية والتعليم، من مدرسة المدارس بشكل عام، بديش أوجه بس لمدرسة الفرنس، للجميع يعني كل احترام، جهودهم عظيمة مباركة، شيء برفع الرأس والله، والحمد لله. يعني هذا بجهودكم، جهود الصحافة، بجهود الإعلام، ف يعني احنا بنأيد هذا الشيء وإن شاء الله إلى الأمام بخطوات أحسن.